السلام عليكم، أهلا بكم في البوصلة. ما هي أخبار وأحوال وأوضاع محافظة المهرة بالتفصيل؟ ترى هل هناك اهتمام من الحكومة الشرعية اليمنية بمحافظة المهرة، السلطة المحلية في المهرة؟ ما هي أخبارها؟ من ينقل الفوضى إلى المهرة ومن يعين على الاستقرار والبقاء آمنا مستقرا في المهرة؟ ثم وماذا عن جوار المهرة في عمان؟ ما الذي قدمته عمان للمهرة؟ وما الذي تقدمه الحكومة الشرعية؟ وما الذي يقدمه أبناء المهرة لأنفسهم؟ محافظة المهرة اليمنية بالتفصيل، ما لها وما عليها؟ يشرفني أن أناقش تفاصيلها مع وكيل محافظة المهرة الأستاذ بدر كلشات. أستاذ بدر كلشات، أهلا بك ضيفا عزيزا كريما رفيع القدر والمقام، أنا سعيد بوجودك معي في البرنامج. مرحبا وسهلا، وأتشرف أن أكون على شاشة المهرية المتعلقة وأيضا مع المذيع اليمني الكبير الأستاذ عارف. حياكم الله. حياك وسلمك أستاذ بدر كلشات. يا سيدي العزيز، هذه المرة أستأذنك، نريد التفاصيل الكاملة كما تعرفونها وترونها. كيف هي الأحوال في محافظة المهرة؟ الحمد لله، محافظة المهرة الأحوال فيها طيبة ومستقرة، الوضع الأمني مستتب، الخدمات موجودة حسب الإمكانيات المتاحة للسلطة المحلية. هذا بشكل مجمل. أما بالتفاصيل الأخرى فلا أعتقد بأن أي حاجة تخفى في هذه الوقت على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي لم تترك شيء. هل يمكن القول أن محافظة المهرة بخير وعافية، أم هناك تحديات صعبة تجري داخل محافظة المهرة؟ محافظة المهرة، أنا أؤكد لك أن محافظة المهرة بخير وفي أمن واستقرار، وكل ما يدار من مؤامرات ومن محاولة نقل الصراع إلى محافظة المهرة نحن لا نعير له ذاك الأهمية، لأننا متعودين على مثل هذا، وقد أجهضنا أكثر من محاولة لمحاولة جر المهرة إلى الصراع. ولكن المهرة تستند، وخاصة في هذا الوقت تستند، على قيادة حكيمة في السلطة المحلية برئاسة محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وأيضا الأجهزة الأمنية بقيادة العميد مفتي سهيل، والأجهزة العسكرية التي هي بقيادة اللواء القاضي ومحمد الأقلم. والأمور الحمد لله يعني مبشرة بخير. هناك الكثير من محاولات، زي ما قلت لك، المهرة تستند على قيادتها الحكيمة، وتستند على تماسك نسيج اجتماعي قوي معتمد على الأعراف القبلية وعلى التعاون وعلى التنسيق ما بينهم. أستاذ بدر كلشات، في إجابتك قلت لي بأن محافظة المهرة يعني أحبطتم أكثر من محاولة لجر الفوضى نحو المحافظة. أريد تفصيل في هذه النقطة بالضبط لو سمحت. من يحاول جر الفوضى ونقل الفوضى إلى محافظة المهرة؟ جر الفوضى ونقل الفوضى إلى محافظة المهرة معروف للأسف من طرف يعتقد الجميع أنه طرف أساسي في اتفاق الرياض، وهو مكون الانتقالي الجنوبي، وهم أخواننا وأشق ومن لحمنا ودمنا، وللأسف لا ينفذون أجندة القضية الجنوبية، ولكنهم ينفذون أجندة خارجية مدعومة من بعض الدول في التحالف العربي. قلت لي بأنكم في محافظة المهرة أحبطتم أكثر من محاولة لجر المهرة إلى الفوضى، أريد تفصيل لو سمحت. ماذا حدث حتى استطعتم أن تحصنوا محافظة المهرة من أن تسقط في الفوضى؟ نحن في محافظة المهرة كسلطة محلية وأجهزة أمنية وعسكرية ومجتمع مهري متماسك، من بداية الأزمة اليمنية لم نسمح بتشكيل أي ميليشيات أو قوات خارج إطار الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية للدولة، وهذا متفق عليه ما بين جميع المكونات في محافظة المهرة وجميع
الاجهزه جميع السلطات في السلطه المحليه ايضا وفي حتى في اطار قبائل مشايخ القبائل وكل اطياف المجتمع المهري رفضنا من الاونه الاولى لبدايه الازمه اليمنيه تشكيل اي قوه عسكريه وايضا رفضنا ولا زلنا نرفض تشكيل هذه القوات وايضا جلب قوات من خارج محافظه المهره امن محافظه المهره لن نفرط فيه ولن نسلمها لغيرنا. هل يمكن القول ان محافظه المهره تتعرض لمؤامرات داخليه او خارجيه؟ بحقيقه يعني لما نطلق عليها مؤامره، المؤامره التي نحن نجهل ما هي وما هي خباياها، ولكن هذه الانشطه ممكن وصفها بانشطه او بنشوه نصر لهم في بعض المحافظات الاخرى. يعني الامر مكشوف، يعني ما هو خافي، ولكن الاداره الحكيمه في السلطه المحليه جلست مع جميع الاطراف ومن ضمنها الانتقالي وايضا الهيئه الشعبيه التي انبثقت من مكون الانتقالي والتي لديها مطالب، فجلست معهم السلطه المحليه في رئاسه المحافظ وناقشت معهم مطالبهم، واي مطالب تخدم ابناء محافظه المهره بشكل عام فهي ستكون سند للسلطه لتنفيذها ولمطالبه الحكومه والشرعيه بتنفيذ هذه المطالب. اما المطالب التي هي خارج اطار المعقول والمطالب التي هي تحاول جر محافظه المهره الى مربع العنف الى الفوضى، فاعتقد جميع ابناء محافظه المهره يرفضوها، ايضا حتى اخواننا اللي هم في الانتقالي وهم من محافظه المهره لا اعتقد انهم يرضون على محافظه المهره ان يتم جرها الى الصراع والى الفوضى. ابناء محافظه المهره هل هم على كلمه واحده؟ ابناء محافظه المهره يحترمون النظام ويحترمون القانون وهم على كلمه واحده بقياده السلطه المحليه هي التي تتخذ القرار. الامور الامنيه تختص بها اللجنه الامنيه برئاسه الاخ المحافظ ورؤساء الاجهزه الامنيه وايضا العمل الاخر والذي هو العمل الخدماتي الذي هو بكل وكيل له اختصاصه له اعماله، والحمد لله يعني الوضع ليس هناك خوف لمحافظه المهره ولن تكون محافظه المهره يعني سلعه رخيصه او سلعه سهله لالتهامها. هل يمكن القول بان ابناء محافظه المهره سيحصنون محافظتهم من اي فوضى؟ الاجهزه الامنيه والعسكريه بقياده السلطه المحليه هم سيؤمنون المهره باسناد من القبائل وجميع الاطياف المجتمع المهري. الا تعتقد ان يعني انت تحمل السلطه المحليه في المهره فوق طاقتها، ام انت توصف الامر كما هو؟ انا لا احمل السلطه المحليه فوق طاقتها، انا احد عناصر السلطه المحليه، ولكن نحن عندنا مبدا لا يتم اي عمل في محافظه المهره الا عبر السلطه المحليه، اما الاعمال الاخرى فهي مرفوضه. واي مراهنه من اطراف خارجيه على تفكيك النسيج الاجتماعي فاعتقد انها فاشله وقد سبب ان فشلت، مهما بلغت دعمها الكبير ومهما حاولت يعني تغريب بعض من رموز المجتمع اليمني التي نعتبرهم مشايخ والكثير، ولكن للاسف التاريخ يعرف من هم ابناء محافظه المهره وكيف كانوا يداروا اي خلافات ما بينهم، وابناء المحافظه لا يتقاتلون ما بينهم. طيب لكل من يرى على ان ابناء محافظه المهره ان يتقاتلوا ما بينهم فهو فاشل. طيب السلطه المحليه في محافظه المهره، اريد ان تنقل لنا صوره مفصله عنكم جميعا، السلطه المحليه، المحافظ، الوكلاء، المؤسسه الامنيه، المؤسسه العسكريه، مكاتب الوزارات، ماذا عن ميزان السلطه المحليه في محافظه المهره؟ السلطه المحليه في محافظه المهره تدار بمسؤول واحد وهو محافظ محافظه المهره، وايضا الاجهزه الامنيه والعسكريه تدار من شخصيه واحده وهو محافظ محافظه المهره،
وليس هناك أمن عام يدار من عدة جهات، وليس هناك في محافظة المهرة نقطة أمنية أو معسكر يدار خارج إطار هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية. المهرة تدار من مؤسسة واحدة وهي أمنية وعسكرية، وليس هناك أي قرارات أو أي قوات أخرى يعني تنفذ توجيهات خارج إطار السلطة المحلية واللجنة الأمنية. طيب في الحقيقة أستاذ بدر كلشات، وأرجوك أتمنى أن يتسع قدر يعني صدرك لي بمسؤولية عالية. سيدي، في الفترة الأخيرة هناك اتهامات على محافظة المهرة من أنها من داخلها يتم تهريب السلاح لهذا الطرف أو ذاك، وكما لو أن السلطة المحلية تحتاج إلى توضيح وتوضيح دقيق وشامل عن حقيقة هذه الاتهامات. كل الاتهامات التي توجه إلى محافظة المهرة بأن هناك تهريب للحوثيين فهي اتهامات مجرد إشاعات لم تثبت أي تقارير، وأنا أتحدى الجميع بأن أي تقارير أممية أثبتت أن هناك تهريب من أي منافذ بالمهرة سواء كانت برية أو بحرية، ليس هناك أي إثبات. برغم أن التهريب لا يستطيع أحد أن يوقفه، فالتهريب موجود حتى في دول عظمى من ضمنها أمريكا وغيرها، ولكن محافظة المهرة يعني الاتهامات التي وجهت لها بأن هناك تهريب هذا فهذه اتهامات لا تستند إلى أي أدلة. أيضا كان هناك تواجد للتحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية في جميع منافذ المهرة البرية والبحرية، وبعد مرور تقريبا من 2017 إلى الآن، إلى نحن في سنة 2022، لم تجد هذه القوات أي تهريب ولم تقبض على حتى يعني شحنة أو حملة أو أي حاجة من هذه الادعاءات. وفي الأخير يبدو أن هناك تشكلت قناعة تامة عند القوات السعودية بأن ليس هناك أي تهريب من محافظة المهرة، وبالتالي الانسحابات الأخيرة من محافظة المهرة وخاصة من منفذ شحن ومنفذ صرفيت ومينا نشطور من قبل القوات السعودية هي بعد قناعة تامة بأن هناك ليس تهريب من هذه المنافذ. أريد أن أتوقف معك عند الانسحاب السعودي من المهرة بالتفصيل لو سمحت لي، ما حقيقة انسحاب القوات السعودية من المهرة؟ انسحاب القوات السعودية ممكن أن نتحدث عنه من البداية، وكانت هناك من أيام المحافظ السابق هناك مطالب، وهناك أيضا فئة كبيرة من المجتمع المهري ومن ضمنهم بدر كلشات يطالب بخروج أي قوات عسكرية في محافظة المهرة وأن تتجه إلى الجبهات. وهذه المطالب ارتفعت بشكل كبير، وصلت إلى التحالف، وصلت إلى المجتمع الدولي، وكان هذا التواجد العسكري نحن نعتقد بأنه مستند على بأن هناك بحجج أن هناك تهريب من محافظة المهرة. وفي الآونة الأخيرة يبدو أن زي ما أسلفت في السابق يبدو أن هناك قناعة تامة بعد التواجد هذه القوات التي حاولت في السابق أن تضيق على الكثير من الخدمات وكثير من مصالح المواطنين في المنافذ التي هي تعتبر سيادية، انتهكتها وحاولت أن تتجاوز. ولكن في الفترة الأخيرة مع وجود قيادة حكيمة من محافظة المهرة كانت هذه المطالبة موجودة بين السلطة المحلية بأن إلى التحالف بأن هذه القوات يجب أن تنسحب، ويجب أن يكون هناك تواجد للتحالف العربي، أم ممكن أن يكون عبر مشروع مكتب الأعمار ومن هذا. أما كتواجد عسكري لا تحتاج محافظة المهرة أي تواجد عسكري، ومن هذا وصلت القناعة إلى القيادة السعودية. يبدو أن القيادة السعودية وصلت إلى قناعة بأن هناك ليس هناك أي تهريب من المهرة، وبالتالي انسحبت من محافظة المهرة. نعم، ولكن نحن في الحقيقة ممكن أنت تحتاج إلى تفاصيل أكثر، ممكن أنا أتكلم في بعض التفاصيل. في الوقت الذي كنا نطالب بخروج قوات دولية كانت متواجدة في محافظة المهرة غير قوات التحالف، كانت هناك قوات بريطانية أيضا في مطار الغيضة، قوات أمريكية. نحن طالبنا وأنا من ضمن من طالب بخروج هذه القوات، ولا ندري هل هذه القوات كانت رسمية أو لا، وكنت في لقاء سابق شخص في هذا البرنامج معك شخصيا،
وكنت أطالب بخروج القوات البريطانية. للأسف في الآونة الأخيرة نتفاجئ بأن هناك تواجد قوات مصرية في مطار الغيضة، وهذا للأسف لا ندري ما طبيعة عمل هذه القوات المصرية في محافظة المارة، وهل هي بالتنسيق مع السلطة الشرعية أم جلبت حال بدون تنسيق. ما ندري ماذا يدار داخل هذا المطار، وهذا يحس بالنفس أن تكون بعض القيادات. طيب حتى تتوفر معلومات أكثر، نعود لهذه النقطة. الآن أبقى معك في موضوع السلطة المحلية. هذا الهجوم على السلطة المحلية واتهامها بأنها عاجزة عن ضبط تهريب سلاح لجماعة الحوثيين، هل لديكم من تبرير، من تفسير لماذا كل هذا الاستهداف للسلطة المحلية وللمهرة من أنها بوابة لنقل السلاح لأطراف الصراع؟ أخي عارف، أنت بالرجوع إلى النقطة السابقة، أنا أؤكد ومن معلوماتي الخاصة، وأنا ممكن أن أقول أني أقرب شخص ساكن بجنب المطار، ما يفصل بيني وبين بيتي من مطار الغيضة إلا 500 متر. أنا أقرب شخص من مسؤولي المحافظة أني ساكن بجنب المطار، وأؤكد لك أن هناك قوات مصرية داخل مطار الغيضة. نرجع إلى سؤالك بالنسبة لاتهامات المعرة. في السابق كانت حجة تواجد هذه القوات اللي هي قوات التحالف، وأنا شخصيا لا أحب أن أفرق ما بين قوات التحالف أم إماراتية أو سعودية. هي قوات التحالف وهي لجنة مشتركة تديرها، بغض النظر عن هي إماراتية أو سعودية. قوات التحالف متواجدة في محافظة المارة بحجة أن هناك تهريب، أيضا تواجدت قوات أجنبية أخرى بريطانية بحجة أن هناك تهريب، وكل هذه الحجج إلى الآن لم تستند إلى أدلة رسمية وإلى أدلة ملموسة قبضت عليها هذه القوات. وما يشاع في التواصل الاجتماعي ومن مسؤولين ومن إعلاميين، نحن في السلطة المحلية ليس واجبنا أن نرد على كل من يتهم هذه أن يتهمنا بأن هناك تهريب. هم ليسوا أحرص من السلطة المحلية بالحفاظ على أمن واستقرار المعركة، هم ليسوا أحرص من المهرة بأن تكون أداة المهرة لقتل الشعب اليمني، أن يتم تهريب أسلحة من محافظة المهرة. نحن لا نسمح بهذا، نحن مسؤولين ونحن أبناء اليمن، ولا نسمح بأن يتم قتل أبناء اليمن وإراقة الدماء من محافظة المهرة. فهذه الحجج كلها واهية، هناك مصالح لهذه الدول، وفي التالي لا تستطيع أن تتواجد إلا أن تضع لها حجة وبأن هناك تهريب، أن هناك في من هذه الأمور، وأن هم لديهم مشاريع كبيرة، لديهم تأمين يعني البحر العربي وطريق المواني أو هذا عبور النفط، لديهم الكثير من الحجج. يمكن نحن نكون صغار عليهم وأدرى بها، ولكن نحن يهمنا محافظة المارة، ولن نسمح بأن تكون محافظة المهرة ساحة أو صراع لكل الجهات الداخلية والخارجية والدولية. فلن يسمح أبناء محافظة المهرة أن تكون المهرة مسرح أو ميدان لهذه الدول للتصارع. بالضبط. طيب أستاذ بدر كلشات، وكيل محافظة المهرة، السلطة اليمنية الشرعية، الحكومة اليمنية الشرعية، ماذا قدمت لمحافظة المهرة؟ والله أنا لا أدري هل أنا أعذر الحكومة أو، لأن كل من هم في الحكومة هم زملائي، وخاصة رئيس الحكومة والذي هو زميلي في مؤتمر الحوار ومن نفس المكون، مكون الشباب. ولكن أحيانا الواجب الوطني يدعي أن نتكلم بماذا قدمت هذه الحكومة، أو أن يدري المجتمع المهري ماذا قدمت هذه الحكومة للمهرة. للأسف الحكومة لم تقدم أي شيء للمهرة، ولكن المهرة قدمت الإيرادات الكثير للحكومة، وللأسف الحكومة لم تفي بالتزاماتها باتجاه محافظة المهرة. المهرة قدمت خلال أربعة أشهر قدمت 24 مليار للحكومة اليمنية، وللأسف الحكومة اليمنية إلى الآن لم تعكس حصة المهرة والتي المتفق عليها مع الحكومة، التي هي 20% من إيراداتها، إلى الآن لم تعكس هذه الإيرادات لمحافظة المهرة.
وهذا سبب عجز كبير في توقف جميع الأنشطة الشبابية التي هي في مجالي أنا كوكيل شؤون الشباب، والكثير من الخدمات التي كان يحظى بها أبناء محافظة المارة، والكثير من الموازنات للمكاتب التنفيذية وللأجهزة الأمنية والعسكرية لم تستطع السلطة أن تفي بواجبها، ولم تستطع أن تمول هذه المشاريع بسبب العجز. في المقابل حصل اتفاق بأن كل المحافظات تورد إلى الحكومة لتعزيز العملة، وهذا واجب وطني على جميع المحافظات، ولكن في المقابل المحافظات الأخرى لم تورد ولم تلتزم باتفاقاتها مع الحكومة، ولكن لا زالت السلطة المحلية بإدارتها الحكيمة تتعامل بدبلوماسية وتتعامل بمسؤولية مع حكومتها ومع الشرعية بأن يكون هناك التفاتة لمحافظة المارة، بأن يكون إيرادات وما تجنيه محافظة المارة، وهو إيرادات بسيطة من منبذ واحد ومن بشحن، بأن تكون لبناء مؤسساتها والمشاريع الخدمات للمواطنين، لبناء الطرق، لدعم الكهرباء. للأسف أنا الصراحة كشخص قدر كشات ممتعب من هذه الحكومة. هنا كان هناك مشروع لمؤسسة الكهرباء وبتوجيه من الرئيس ووزير الكهرباء اللي هو ابن محافظة المارة، ووضع مشروع الكهرباء من 40 ميجا، وضع له حجر الأساس محافظ المحافظة ووزير الكهرباء، ووجه رئيس الجمهورية كان هناك مبلغ مجمد في حساب حكومي لمحافظة المارة من النيابة العامة، ورأى الرئيس بأن هذا المبلغ يتم إنشاء فيه محطة كهرباء ب 40 ميجا، وضعت الدراسات، استكملت الدراسات من قبل الوزارة، من قبل الوزير في الوزارة، وللأسف في الآونة الأخيرة نتفاجأ في الحكومة برفض، قيادة الحكومة برفض يعني على هذا المبلغ، وبحجة أن هناك شركات إماراتية تريد أن تنفذ مشاريع كهرباء الطاقة النظيفة في محافظة المارة وأيضا في المحافظات الأخرى، ولا ندري ما صحة هذه المشاريع، هل هي فعلا لخدمة اليمن والمهر بشكل خاص، أم هي للتهرب وأخذ هذه المبلغ الذي يعتبر مبلغ كبير، يعني تقريبا فوق 25 مليار، والذي نتأمل أن يكون هذا المبلغ لإنشاء محطة كهربائية للمحافظة. محافظة أخرى. نعم، أنا أريد أن أفهم محافظة حدودية لليمن وهي محررة وليست ضمن الانقلابات العسكرية ولا وغيرها، وهي محافظة إيرادية أيضا على منافذ، ومع ذلك لا تهتم بها الحكومة الشرعية، ما هو التفسير؟ التفسير ما ندري هل هذا بقصد أو بدون قصد، فشخصيا أرى أن هذا خدمة للانقلاب العوثي وأيضا خدمة للانقلاب الانتقالي، هذا وضع حجج ومحاولة إضعاف السلطة المحلية في مقاومة المشاريع الصغيرة والثبات على المشروع الكبير الذي هو اليمن الاتحادي، ولكن للأسف كما كان التحالف العربي يشتغل ضد نفسه ويعاكس نفسه بالسياسات خاطئة الآن 7 سنوات، والحكومة اليمنية تفعل ذلك أيضا. طيب، ماذا عن الجوار اليمني مع سلطنة عمان من بوابة المهرة؟ هي أمتار تفصل يعني منفذ شحن اليمني في المهرة مع منفذ المزيونة العماني، الجوار اليمني العماني من خلال محافظة المهرة كيف هو؟ الجوار العماني مع محافظة المهرة جوار أشقاء عزيزين علينا، أيضا يهمهم أمن محافظة المهرة واستقرارها، لأن أمن محافظة المهرة واستقرارها هو من أمن الأشقاء في عمان. سلطنة عمان لم تتدخل في أي أعمال سواء كانت عسكرية أو أمنية أو سياسية في محافظة المهرة، هناك بوابة وحيدة وهي الهيئة العمانية الخيرية العمانية في محافظة المهرة، والتي تقوم بمشاريع كبيرة، وليست من بداية الأزمة اليمنية، بل كان هذا من تقريبا
أكثر من 30 سنة في السابق، أيضا مستشفيات عمان في مفتوحة لكل الأمراض المزمنة والأمراض العصبية والحالات الصعبة التي يعجز عليها يعجز عن علاجها من مستشفى الغيضة. أي تجريح محول من مستشفى الغيضة يتم علاجه بشكل مجاني في المستشفى السلطاني في صلالة. فضل عمان علي لا نقدر أن نحصيه في مقابلة أو مقابلتين. سامحني أريد تفصيل في هذه النقطة بالذات لو سمحت، لأنه سلطان عثمان لا تريد مننا أن نكشف ما هي أعمالها الخيرية في محافظة المعرة. ممكن نحن نكشف لو تترك لي المجال أكشف بعض بس من هذه المشاريع. تفضل. هناك تقريبا 750 أسرة تكفلها سلطنة عمان في محافظة المعرة، أيضا مشروع طباعة الكتب من الصف الأول إلى الثانوية، تقريبا 900 ألف كتاب تم طباعته في سلطنة عمان، أيضا بناء البيوت في جميع المديريات للأسر الفقيرة، حفر الآباء في جميع المديريات لبعض المديريات التي لم يصلها الماء، والبدو الرحل، أيضا إفطار الصائم تأتي في كل سنة تقريبا ما يفوق مياه وشوية قاطرة من مواد غذائية التي تقريبا توصل إلى 24 ألف أسرة، والكثير من الأعمال لا نقدر أن نحصيها. يكفي أن سلطنة عمان لم تشارك في حرب اليمن، وهذه إيجابية يفتخرون فيها جميع الشعب العماني. هل يمكن القول بأن عمان في هذه المرحلة أمامها مستقبل من الاستقرار والأمان، أم هي مهددة بالفوضى حتى لو لم نكن يعني راغبين بالاعتراف بذلك؟ ما ليس هناك أي دولة في المنطقة مهددة يعني آمنة، كل الدول في المنطقة مهددة بالفوضى. إذا رجعنا بشكل خاص، أي فوضى في محافظة المعرة ستتأثر منها سلطنة عمان، ويعرف الأشقاء هذا بأن هذا أي فوضى في محافظة المعرة أو أي لا سمح الله أي اختلال أمن في محافظة المعرة، أعتقد بأنه سيضر سلطنة عمان. ويعلم دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشيء، ولهذا نتطلع بأن تساهم كل دول مجلس التعاون للتعزيز ودعم الأمن والاستقرار محافظة المعرة لحماية عمان. أستاذ بدر كلشات، أريد أن أسألك عن المكونات والموازين داخل محافظة المعرة، المكونات الاجتماعية، المكونات السياسية. هل هناك ميزان سياسي لأطراف لأحزاب؟ هل هناك ميزان سياسي ونفوذ اجتماعي مثلا للجنة الاعتصام لغيرها؟ من هي الموازين داخل محافظة المعرة بالإضافة إلى السلطة المحلية؟ أنا لا أرجح طرف على آخر في محافظة المعرة. نحن في السلطة المحلية تركنا باب التعبير عن الرأي في محافظة المعرة لكل المكونات، ومنها مجلس الانتقالي، والباب مفتوح لهم في السلطة المحلية في أي وقت. أي مطالب لهم، الأخ المحافظ مرحب في أي وقت، وقد جلس معهم عدة جلسات، وأيضا بالأمس كان لقاء مع الهيئة الشعبية كما أسلفت، وأيضا كان لقاء مع حزب الإصلاح ومع الأحزاب الأخرى. الباب مفتوح للجميع. كل العمل السياسي المدني في محافظة المعرة مكفول للجميع، ولا نمنع أحد، ولكن العمل العسكري فهو حصري للسلطات الأمنية والعسكرية، ولا نسمح لأي طرف أو مكون سياسي أن يدخل أو يخوض في هذا العمل. أيضا بعض المكونات من ضمن الأقسام، كان هناك الحديث على أن لديهم معسكرات، وأن هم في الأخير هم أبناء محافظة المعرة ودائمين للأمن والاستقرار في محافظة المعرة، وأيضا هناك تم جلسات مع قيادة الأقسام بأننا لا نرفض أي معسكرات في محافظة المعرة خارج إطار الدولة، والأخوة في قيادة الأقسام تقبلوا هذا. طيب. المطلب من السلطة المحلية، وأيضا كانت بعض التجمعات العسكرية الموجودة مع الشيخ علي الحريزي،
ونفذ الشيخ علي مطلب السلطة المحلية بأن ترجع بأن يرجع أبناء محافظة المار الذي هم في هذه المعسكرات إلى قبائلهم وإلى مديرياتهم وأن يظل في مديرياتهم. متى تطلب الأمر بأن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية تحتاج أبناء محافظة المارة سيلبون الطلب من أي مكون هم متواجدين فيه؟ سيلبون الطلب وهو مكونهم الجامع ومكونهم الواحد هي محافظة المارة لا غير ذلك. أنا أريد أن أسألك عن سؤال مفخخ وكبير، لطالما تحدث اليمنيون جميعا عن أن هذه الحرب التي يعني ينتهي عامها السابع في اليمن، هناك من يقول بأن الهدف الرئيسي لهذه الحرب هي المهرة، وهناك رغبة سعودية لمد أنبوب النفط من داخل المهرة إلى بحر العرب. هل مثل هذا الحديث لا يزال ساريا وموجودا لدى عقلياتكم أنتم أبناء محافظة المهرة، أم أن 7 سنوات من الحرب ربما قدمت حقيقة مختلفة؟ محافظة المهرة ليست في منعزل عن الشرعية وليست في منعزل عن الحكومة. ما أي مشاريع خارجة عن سلطات عن قرارات السلطة المحلية فهي خاضعة للحكومة. نحن في محافظة المهرة ليس من صلاحياتنا أي تنفيذ أي مشاريع كبيرة مثل أنابيب وهذا. كل نسمع هذا الحديث من يعني من لم يعني لم يأتينا طلب رسمي إلى الآن لا في السلطة المحلية، وأيضا زملائنا في الحكومة لم يحدثونا عن أي مشاريع لأنابيب في محافظة المهرة. وأي مشروع فيه الفائدة لليمن بشكل عام وللمهرة بشكل خاص ويأتي بأطر قانونية محلية ودولية فمرحب فيه. أقصد يعني أنت وكيل محافظة المهرة، هل تعتقدون بأن السعودية لها نوايا مد أنبوب نفطي عبر المهرة إلى بحر العرب وأن تكون لها السيادة على هذا الأنبوب النفطي بعيدا عن السلطات اليمنية؟ والله هذا شأن سعودي وأنا لا أتحدث باسم السعودية، أنا أتحدث باسم محافظة المهرة، وأيضا كشخص موجود من عناصر الشرعية لم يأتينا أي طلب إلى الآن شرعي أو رسمي من السعودية بأن لها أي مشاريع في محافظة المهرة. طيب لو أردت أن أسألك أيضا عن الحياة الطبيعية في محافظة المهرة، هل تتوقع أن الانتقالي يمكن أن يترك المحافظة بالأمن والسلام ويتحول إلى جزء من النسيج العام، أم أن الانتقالي تهديد للأمن والسلام داخل المهرة؟ الانتقالي إذا لم يخضع لتشكيل ميليشيات خارج الدولة فهو مكون من ضمن المكونات يسمح له بالعمل في محافظة المهرة مثل ما يريد، بل سيلتزم مثل المكونات الأخرى أو سيلزم مثل المكونات الأخرى بالقوانين المعمولة لدى السلطة المحلية والأجهزة الأمنية. ما الذي تريده محافظة المهرة من المجتمع اليمني ككل؟ نحن نتمنى من الشعب اليمني أن يلتحم وأن يعني يدفع بعملية السلام وأن يكف الخلاف ما بينهم والتخوين لبعضهم وأن يكونوا سند لمحافظاتهم وأيضا سند لمحافظة المهرة ولا ينجروا إلى أي مشاريع صغيرة تنال من الدولة وأيضا تنال من محافظة المهرة. الكثير من أبناء للأسف الكثير من أبناء المجتمع اليمني يذهب مع الشائعات ومع التحريض على محافظة المهرة، ونحن نؤكد في السلطة المحلية وفي المجتمع اليمني في المجتمع المهري بأن المهرة آمنة مستقرة. كل من يريد أن يستثمر في محافظة المهرة مرحب فيه سواء كان من الشمال من الجنوب، فنحن أهل ونحن أخوان، والوضع في المهرة مستقر والأجهزة الأمنية تمتلك والعسكرية تمتلك القوة وهي في جاهزية دائمة، وأيضا السلطة المحلية حكيمة وتتعامل مع الجميع بمسافة واحدة، وإن شاء الله هذا ما يبعث الأمل للشعب المهري والشعب اليمني بشكل عام. أستاذ بدر كلشات، هل يمكن القول أن أبناء محافظة المهرة
يتابعون تفاصيل الحرب مع جماعة الحوثي والصراع مع الانتقالي وتفاصيل الدولة اليمنية؟ بالتأكيد لا يظن أبناء المحافظات الأخرى بأن أبناء محافظة المارة مرتاحين وفي وضع اقتصادي مريح. هذا غير صحيح. أبناء محافظة المارة يتأثرون بكل طلقة في محافظة أخرى أو في جبهة. أبناء محافظة المارة خنقتهم الأزمة الاقتصادية، رواتب مقطوعة على الموظفين في أبناء محافظة المارة، الكثير من العملة، انهيار العملة سبب يعني عجز اقتصادي على الأسر، هناك فقر، هناك وضع تتحملها في الأخير الحكومة والتحالف العربي. للأسف نحن كسلطة محلية لا نستطيع أن يعني نساعد في استقرار العملة أو في توفير كل المواد الغذائية أو في يعني توفير كل ما يحتاجه أبناء محافظة المهر والساكنين فيها. كل ما يحصل في اليمن هو مردود على المهر بشكل سلبي. أيضا لا سمح الله حصل هناك انهيار في الجبهات تزداد يزداد السكان ويزداد النازحين في محافظة المهر، وهذا يشكل أبء ويشكل عجز في عدم توفير لهم خدمات. طيب أستاذ بدر كلشات، أرهقتك بسيل من الأسئلة على مدى هذا الوقت من البرنامج، هل هناك شيء لم أسألك عنه وتريد أن تضيفه في نهاية هذا الحوار؟ ما هناك، ما عندي حاجة، ولكن عندي رسالة هي لجميع أطياف الشعب المهري. يجب أن تثقوا في قيادة السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية، يجب أن تثبتوا كل واحد في مكانه، وعدم الانجرار إلى ما يتداول في التواصل الاجتماعي، فكل هذا على الساحة المهرية غير صحيح. الأستاذ بدر كلشات وكيل محافظة المهرة، لك التحية والاحترام والتقدير، أشكرك من أعماقي على تكرمك بالقبول بإجراء هذه المقابلة وعلى نبلك واحتمال الأسئلة. لك المحبة والاحترام أنت شخصيا وقيادة محافظة المهرة وكل أبناء محافظة المهرة وأبناء اليمن بأكملها، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. مشاهدي الكرام، ألتقي وإياكم في الحلقة القادمة من البوصلة، حفظ الله اليمن. لكم محبتي أنا عارف الصرمي، إلى اللقاء.